تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. كلهم كلهم والله يطول في عمر هذو اللي باقيين. أيه ندخلوا للصح، الوداد وسيمبا غدا إن شاء الله مع الثمانية. دابا بغيت ندخل معاك الاختيارات أفخر الدين. اختيارات ما تقدرش أنت لا سميتو كاين شي حوايج اللي تناقشات في ماتش الي وشي حوايج اللي غادي خصك انت غتبغي تشوفها في ماتش اللي انت غترجع فيه مثلا. واش كما العاده الوداد داخل غادي تهجم ولا غتدخل غادي تسنى ولا غادي يبان لك داك لو سول بيوت راه دغيا غادي مع داك الحماس ديال الاول غتدخل بدوك اللعابه اللي عندهم داك النفس الدفاعي النفس الهجومي تقدر تحذف كاع شي اختيارات ودير وحدين اخرين، انت شنو كيبان لك؟ لا لا هو الاختيار اللي غادي يكون عند غاريدو هو الهجوم، لا ما فر منه مع الاحتياطات. خصك تدخل دير بعدا تصيب واحد لا ديفونس اللي تكون مزيانه راسيه ثم ديرها ميليو تيرا، ولكن ذاك ميليو تيرا يكونوا فيه الشق اللي غيكون عندك تما لاعبين في ذاك الميليو يكون عنده واحد النفس ديال هجومي اكثر ما هو دفاعي. ما يمكنش لك تلعب بتسعود ديال اللاعبين اللي عندهم البروفايل كله دفاعي وتبقى تبقى تسنى. انا بالنسبه لي ماتش في كومبلكس محمد 5 فامام ذاك الجماهير الغفيره اللي غتكون الحمد لله حاضره اللي هي دائما انا ما بقيتش باغي نتكلم عليها لانه حاجه عاديه حاجة اللي ولات عندي انا بالنسبه لجمهور الوداد كاينين حاضرين وما تيقولوا لك احنا راه كاينين راه نشوف دابا اللعاب هو اللي خصو يكون. اذا غدا انا بالنسبه لي ان شاء الله بالنسبه للوداد انا اعطيتهم 80% تقريبا ديال الماتش راه مربوح، ولكن هذه غير كيف كنقولوا حنا شي حاجه اللي قلتها مع التحفظ تخمين على الورق لا ولكن مع التحفظ. اشنو هو التحفظ اللي هضرت بولي هضرتي البارح فو فير توجور اتونسيون هو المنطقه الكره المنطقه الكره اللي كيقدر يخلق لك مشاكل وعشناها يا مجاهر البارح جبدات بزاف ديال المباريات اللي صراحه بصح تيقدر يوقع لك واحد المشكل كتقدر تعكس لك الكره كتقدر هذا. اذا خصو يبقى واقف وخدام وهذاك البيت كنقول انا يقدر يجي غير امتى غادي يجي هو اللي ما عارفينش واش هذاك الهدف يجي في الدقائق الاولى ما حد هما دايخين وما يكونوش واقفين واش يقدر يجي في وسط لا بريمير ميتو واش يتعطل حتى لا دوزام ميتو مع البدايه. البيبليك خصو يبقى دائما الحمد لله يشجع وهذوك اللعابه والمدرب يبقاو مركزين على المباراه ديالهم لان المباراه لن تكون سهله حتى ولو حنا دابا كتبان لينا سيمبا فريق اللي اونكيسا لهي وانكيسا هنا مع الرجاء وهذا والوداد فايته هو ربحوه دير كتبقى مباراه استثنائيه. فريق اللي جاي عندك على اساس ما بقى عنده ما يخسر ما هو ما تيقلب على 3 بوان لا على 1 بوان تيقلب على الكاليفيكاسيون صافي. اذا انت كوداد اش غادي ولكن انا اللي غادي يعاون الوداد غدا ان شاء الله هو هذيك التشكيله اللي غادي يعطينا غاريدو غتعاون بزاف. واش نقدر غدا نشوف فيها حيمود ونشوف فيها مترجي نشوف فيها اللافي نقول لي ثاني سبقتيني غيقول لي راه ديما كنصور انا سبقتوني انا باغا نسول هكا فمي هكا نقدر نسول استاذ مرحبا فخر الدين من بعد من ذكرتي كو بغيتي تشوف حيمود بغيتي تشوف اللافي كاينين اخبار اللي قالت كاين يعني استرجاع ديال اوناجم وابعاد كل من اللافي ومن من الجعدي ومن باوش تا كيفاش كتشوف يعني هما باعوش بالنسبه لي ما كاينش اللي بعاد لانه ما كيلعبش لو غوتور ديال اوناجم سورتو فهاد الماتش هذا كما قال منير عطيني اللي كيلعبوا هذا الجعدي ولا في جو سي با شنو ما عرفتش شنو المشكل اللي واقع هذا عاوتاني ستان بروبليم دابا حاليا انا ما نطرحوش انا ديما ما نبغيش نتكلم على شي حاجه اللي هي دابا في خبر كان حيت هذا وتروطار واخا لو غوتور ديال اوناجم قلت لكم ذاك النهار انا سمعت بان النصيري وكنت قلت لكم انا في الراديو قلت لكم يجب على الناس ذوي النية الحسنة يكون عندهم تدخل. وأنا بالنسبة لي يمكن هضرت على 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 صابر الإله يقدر تكون تكلم معاه ويكون تو عنده مداخلة لنستنى لاتجوان سي كوم سا، ولكن أنا بان لي بأنه فوق طاقتك لا تلام. بالنسبة لصابر تنظن الأمور مزيان اللي خداها النصيري هو اللي دخل وهو اللي يقدر يدخل هو اللي يقدر يهضر مع المدرب ما عليناش. لو روتور ديال أوناجم واش تقدر تشوفه تيتيلار جو نو بونس با سير لو بون مزيان سي كيلكان كي رابيد اللي يقدر يدير لا ديفيرونس كتعرفي انت دابا حنا في امس الحاجه في الكره
الدراري كيكونوا في جناب كيكونوا خفاف كيقدر يجيب كان بينانتي يقدر يماركي كيدير لا ديفيرونس يقدر يدير انا مع كامل الاسف بحال هادو غيخصوك غدا فوالا كنت كنتمنى على ان اللافي يكون حاضر ولكن هذا ما نديرو انا بغيت نرجع مع المونير واش غاريدو يقدر يدخل لنا دي جوار اللي يقدروا يشدوا البالون ويمشيو شفنا حيمود هنايا نعطيك واحد الديتاي سؤال واش جبران والداودي ولا واحد فيهم لا عاد سنتي دابا الاختيارات راه عطيت لك واش بغيتي دوكاستر راه هنا فين خصك تخمم دابا يا اما غادي دير جبران والداودي وغادي تساكري في واحد سير لو بون انا بالنسبه ليا الى عندي ان بون تكنيسيان وعندي دابا دو بون تكنيسيان اللي عندي هو المترجي وحيمود وعندي حيمود واحد فيهم ولا جو سي با بليس سومبو يكون داخليا غادي يعطيك بعدا مساحات بعدا لو روتور ديالو بليس بوهره اللي تبارك الله انا بالنسبه ليا دابا حاليا دار ماتشات اخيره مزيانين سي لو ميور اللي لو ميور مترجي جو سي با واش لوتر مترجي زهير كاين مترجي هذا تا هو ان شاء الله اذا هذه اختيارات ديال المدرب كيفاش غادي بغى يشوف هذا الماتش حيت هاد السيمبا راه سي با ماشي ديك الفرقه اللي نقدروا نقولوا اللي كتخلعنا مزيان اللي دارت لنا مشاكل ولا هذا انا كنقول لولا الارضيه المبلله ولولا يعني عدم التوازن اللي كان في الوداد في الفلالي راه كانت الوداد تقدر كما كدير كتجيب واحد التعادل ولا والوداد فضل هادشي كامل كانت تقدر تونكيسي اكثر من انا قلت لكم البارح وكنقول هذا راه الوداد عندها جوج الحوايج كانوا هادي من زهرها عندها هادي وعندها الحاجه اخرى انها كانت تقدر تجي خاسره بجوج ولا بثلاثه الحمد لله اللي دوك لي زوكازيون ضاعوا ثم هاد الكارديان دو بيت اللي هو مطيع اللي خصنا نعطيو حقه وي هاد الكارديان اللي كان جالس مده انا كيبان ليا هاد الوليد خصو يحافظ عليه الوداد وما عندكش اختيار لا, لا 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 تقدر توقع منير يحافظوا على هذا الوليد لان تبارك الله عنده المكان اخر الموسم ولا بدايه الموسم الجاي لا يحافظوا عليه لان عنده لي كاليتي ديال ان غران غارديان ايوا ما عليناش انا كنقول لك باش نعطيو لك الوليد حقنا نعطيكم فخر الدين اللائحه ديال الوليدات اللي غتكون حاضره في الماتش ديال غدا لا ليست اللعابه المتاحين امام اللي غادي يكونوا اللي ما كاينينش هما امين فرحان ورضا التكناوتي بسبب لا بليسور كاين الرجوع ديال سامبو والرجوع ديال اوناجم والرجوع ديال رضا الجعدي بعد ما تطوات المسائل وامور كلها بخير القائمه فيها يوسف مطيع طه مريد دي غارديان دو بوت ارسن زولا حسين بن عياده ايوب العملود يحيى عطيه الله امين ابو الفتح يحيى النضراني سامي العنابي يحيى جبران جلال الداودي اسماعيل مترجي عبد الله حمود رضا الجعدي ايمن حسوني ثم زهير مترجي حميد احداد سيف الدين بوهره هشام بوسفيان وناجم وصامبو مزيانه كاين هو الجعدي كاين ياك كاين الجعدي مزيان دابا كيبقى لو شوا ديال غاريدو انا بالنسبه لي والله العظيم ما جو سي با واش الجمهور شاطر لنا راي ولا لا راه ماشي شي فرقه اللي هي في لو نيفو ديالها كاع ولكن تقدر باختياراتك انت كتعرج راسك على حاجه ما تعطيهاش هي فين تخليني انا ما تخلينيش انا نتعب ما تخليش الجمهور تاوي يتعذب فهمتي اش بنقول لك اعطي هذاك البيبليك ديال الوداد ما كنقولش دير ليه خاطره غير اعطيه ديك التشكيله اللي هو واقيلا عنده في 70% حتى 80% كتربح كيتقفها وتانتا على حسب الاختيارات ديالك حيت الاول المسؤول الاول والاخير فهاد الشيء اللي كنقول لك حيت اللي واعر واللي صعيب واللي ما كيتقبلوش انسان هو لما انت اللي كتخرج راسك بيدك بالمنافسه كتخلي ذاك الجمهور وهذا كيبدا يقول لك اودي ما كناش حيت كتعطي الفرصه للادفيرسير راه الا رجعتي للوراء شويه راه الوداد نعطيك غير المونديالتو راه الوداد اللي خرجت ماشي اتحاد الهلال السعودي راه كاين بزاف ديال الماتشات انت اللي كتخرج علاش كتخرج بسبب اخطاء اذا جيتي تحسب بسيطه جدا اطلقات الشامبيونز ليغ ديال 2021 مع كايزر شيف حتى هي لا اطلقها ولكن راه خصك دير من بالك راه ما كنتعلموش لا خصنا نتعلموا مع الاسف ما كنتعلموش انا عزيز عليا نجبد ماشي الماضي ولكن دروس خصك باش هادو ما الدروس خصك تجبد ناخذ فاصل ومن بعد غنواصلوا الحديث تكلمنا على مباراه الوداد وسيمبا التنزاني اللي كنتمنوا فيها التوفيق لفريق الوداد باش يتاهل لنصف نهائي ديال الشامبيونز ليغ وكاين مباراه ديال ربع نهائي اخرى بين الرجاء والاهلي